السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب مادة سيركت 2. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض مسائل بتاعة امتحان الميد تيرم. طب لو هو زودني في المسألة وطلب مني الأي 1 والأي 2 والأي، لو اداني كمان هنا جهد، يعني زود لي هنا جهد وقال لك احسب التيار التوتال واحسب أي 1 وأي 2. أنا زودت الحتة دي بس عشان أوضح لكم الكرنت ديفايدر. فالاي توتال بيساوي ايه؟ الاي توتال هيساوي كمتجه بيساوي الانبوت فولتج كمتجه، والانبوت فولتج لو ادولك قيمه بيبقى قيمه ار ام اس، ولو ما ادالكش الجهد زاويه افرض زاويته صفر، فيبقى ده مثلا قيمه وتكون مثلا 40 وزاويه كام؟ صفر. عايزين ايكويفالنت، حولها لقيمه وزاويه واقسم القيمه على القيمه واطرح الزوايا، تقدر تجيب الاي توتال كمتجه. طب عايز تحسب اي واحد، الاي واحد ده بيساوي الكرنت ديفايدر بقى بيقول ايه؟ بيقول ان اي واحد ده بيساوي التيار التوتال مضروب في الامبيدنس اللي مش ماشي فيها التيار ديت، الامبيدنس البعيده اللي هي عباره عن 8 زائد جي اكس ال، 8 زائد جي اكس ال على المقام عباره عن مجموع الاثنين امبيدنس التوازي دول. طب اي 2، اي 2 لو انت حسبت اي واحد ممكن تقول ان اي 2 بيساوي اي ناقص اي واحد، وتحسب كل الحسابات بتاعتك حسابات متجهه، يعني يكون فيها الاتجاهات فيها الزوايا قيمه وزاويه او ريال وايماجينري. او ممكن تقول ان هو بنفس الاسلوب ان اي 2 هيساوي اي توتال في المقام اللي مش ماشي فيه المعوقه اللي مش ماشي فيه اي 2 اللي هي ال 3 ناقص جي اكس 2 على مجموع المعوقتين دول، فدي القاعده دي اسمها الكرنت ديفايدر. المساله اللي بعدها بيقول عندي 3 امبيدنس متوصلين توالي على مصدر 40 فولت 20 كيلو هرتز، 40 فولت 20 كيلو هرتز. قيمه الامبيدنس الاولانيه عباره عن مقاومه 8 اوم، الامبيدنس الثانيه عباره عن مقاومه توالي مع ملف، الامبيدنس التالت عباره عن مقاومه توالي مع مكثف، ومديك كل القيم في المساله. طالب منك التيار قيمه وزاويه، قيمه وزاويه معناه انه طالب التيار كمتجه، يعني الاثنين مع بعض دول ممكن يكون مطلوب واحد، هو التيار قيمه ومتجه، قيمه التيار وزاويته كام. وطالب منك في 1 وفي 2 وفي 3 اللي هو الدروب على كل امبيدنس، ودي هنستخدم فيها الفولتج ديفايدر. فانت اول حاجه جهزت المساله، حسبت الاكس ال وحسبت الاكس سي ب 2 باي اف ال و2 باي اف 1 على 2 باي اف سي، واستخدمت بقى القانون ده لان هو مديني الاف، وحسبت الاكس ال ديت وحسبت الاكس سي دي، بالتالي بقى معايا زد 1 وزد 2 وزد 3. طب زد ايكوفيلنت هتساوي ايه؟ زد 1 زائد زد 2 زائد زد 3، زد 1 بتساوي كام؟ 8. زد 2 بتساوي 5 زائد جي اكس ال، جي 3 بتساوي 10 ناقص جي اكس سي، اجمع كل الريال على بعضه، اجمع كل الايماجن على بعضه، هيطلع لك في الاخر زد ايكوفيلنت دي بتساوي قيمه ريال موجب او سالب جي قيمه ايماجنري. جمعت كل الريال على بعضه، جمعت كل الايماجنري على بعضه. طب يبقى زد ايكوفيلنت هتساوي بقى، ممكن تقول انها بتساوي قيمه وزاويه. الزاوية بتساوي الزاوية هتبقى موجبة لو الايماجينري بتاع الزد ده قيمة موجبة. طب الزاوية سالبة امتى؟ لو الايماجينري بتاع الزد قيمة سالبة. طب قيمة الزد ايكوفيلنت بتساوي جذر التربيع للريال تربيع زائد الايماجينري تربيع اهي، والزاوية دي بتساوي تان ماينس 1 الايماجينري على الريال، ومش هاخد في اعتبار الزوايا في القانون ده، هجيب بس الفاي قيمة بس، والاشاره بتاعتها في الزد هعرفها منين؟ من اشاره الايماجنري، لو ده موجب هحط هنا موجب، لو ده سالب هحط هنا سالب. بالتالي دلوقتي انت حسبت الزد ايكويفالنت. تقدر تحسب بقى التيار اللي هو طالبه؟ التيار هيساوي ايه بقى؟ هيساوي الفي قيمه وزاويه، هو مداني قيمه بس، هتفرض ان زاويتها صفر. وعلى زد ايكويفالنت قيمه وزاويه هيطلع لك التيار قيمه وزاويه. قيمه التيار ده المطلوب الاولاني. الزاويه اللي مع التيار ديت هي المطلوب الثاني الفاي دي. وهي نفسها هنا انا حسبتها مره هنا، بس انت عموما لما توصل للتيار قيمه وزاويه يبقى انت جبت المطلوبين دول، جبت التيار وجبت الفيز انجل بتاعت الدايره. الفيز انجل بتاعت الدايره هي عباره عن الزاويه بين الجهد والتيار. بما ان الجهد زاويته صفر، اذا زاويه التيار اللي هي الفاي اللي هي نفس زاويه الزد ديت بس بشاره مخالفه هي مين؟ هي السيركت فيز انجل. بس انت لو كلمتني في الصح انهي اصح؟ الفاي ديت ولا الفاي دي انهي الاصح؟ اقول لك الفاي دي، لان مش دايما الجهد ممكن يكون زاويته صفر. لو فرضا الجهد ده الدكتور اداه لك في الامتحان مثلا وليكن زاويه 60 مثلا، تبقى الزاويه دي عباره عن كام؟ هتبقى عباره عن 60 سالب فاي، لو زي موجب فاي هيبقى دي 60 ناقص فاي. طب هل ال 60 ناقص فاي ديت هي السيركت فيز انجل؟ لا، السيركت فيز انجل هي الزاويه بين الجهد والتيار، الزاويه بين الجهد والتيار. الزاويه اللي انت طلعتها دي زاويه التيار، في زاويه ثانيه للجهد. طب الزاويه بين الجهد والتيار هي عباره عن زاويه الزد ايكويفالنت، فلما يطلب منك السيركت فيز انجل هي زاويه الزد ايكويفالنت. لو انت فرضت ان الجهد زاويته صفر بتكون الزاويه دي هي نفسها زاويه التيار بس باشاره مخالفه. فخلاص لما تجيب التيار قيمه وزاويه على اعتبار ان الجهد
زودوا صفر يبقى هي ديت المين السيركت فيز انجل. طالب منك بقى الفي 1 والفي 2 والفي 3 هتحسبهم ازاي؟ هتستخدم فيها فولتج ديفايدر. الفي 1 هتساوي ايه؟ الفي 1 دايما بتساوي الفي الكليه في الامبيدنس دي قيمه وزاويه على مجموع الامبيدنس الكليه اللي هي متوصله على الجهد الكلي. فبتقول ان في 1 بتساوي في مين؟ في زد 1 على زد ايكويفالنت. انا بحسب على الامبيدنس رقم 1 يبقى اضرب في زد 1. تمام؟ عامله ازاي؟ عامله زي ان نسبه الجهد على المعوقه ديت هي نفسها نسبه الجهد ده على المعوقه الكليه. فلما تقول في 1 على زد 1 هي هيها في 2 على زد 2 هي نفسها في 3 على زد 3 هي نفسها الفي على مجموع الزد دي. ليه؟ لان كل ناتج قسمه من دولت هيديك التيار والتيار الدائره 1. فبالتالي لما تقول ان 40 على زد ايكويفالنت هي نفسها ال V1 على زد 1 هي نفسها ال V2 على زد 2 هي نفسها ال V3 على زد 3. من هنا ممكن تستنتج العلاقه دي ان ال V1 هيساوي ال V الكليه في زد 1 على الزد الكليه. وهكذا لو عايز تحسب V2 هيساوي V في زد 2 على زد ايكويفالنت. وكذلك ال V3. المثال اللي بعدها بيقول لي البار الكومباينيشن ديت مطلوب منك انك تحسب التيار قيمه وزاويه منسوبه للجهد. زاوية منسوبة للجهد، خلاص افرض ان الجهد زاويته صفر، بالتالي زاوية التيار اللي هتطلع هي نفسها الزاوية اللي هو طالبها، لأن يعني دلوقتي أنا عايز التيار قيمة وزاوية على اعتبار إن الجهد زاويته صفر. تمام؟ طب دلوقتي المسألة هحلها إزاي؟ في عندي تو ميثودز، تو ميثودز. أول ميثود إنك تحسب زد إيكويفالنت، ده اللي توزيع زي دي كده، 1 على زد إيكويفالنت بتساوي 1 على زد 1 زائد 1 على زد 2 زائد 1 على زد 3 والقيم كلها إيه؟ قيمة وزاوية، يعني القيم كلها فيكتور. فبالتالي لما تقلب زد ايكوفلنت هتساوي 1 على مجموع مقلوب دولت زي ما انتم حضرتك شايفين كده. فحسبت الزد ايكوفلنت هتطلع قيمه ريال وايماجينري وممكن تحولها لايه؟ قيمه وزاويه. زاويه الزد ديت هي مين؟ هي الفيز انجل. الفيز انجل الصح. تمام؟ طب هو عايز بقى التيار، التيار هيساوي الجهد قيمه وزاويه على زد ايكوفلنت قيمه وزاويه فيطلع لك التيار في الاخر قيمه وزاويه. الزاويه دي بتساوي الزاويه ديت لسبب ان الجهد زاويته صفر. طب لو الجهد زاويته فرضا انه مش صفر يبقى الزاويه يبقى التيار تاخد القيمه ده اهي، القيمه ده اهي هي مين؟ هي القيمه اللي هو طالبها. طب الزاويه بتاعته اللي هي ريلاتيف تو ذا فولت هي الفاي دي، الفاي اللي هي موجوده في الزد مش موجوده في التيار. طب الميثود الثانيه، الميثود الثانيه بما ان الجهد ده متطبق على البرانش ده وبرانش ده وبرانش ده فانا ممكن احسب ثلاث تيارات. التيار الاولاني بتاع برانش رقم واحد هيساوي عباره عن الفي على الزد دي، والبرانش الثاني في على الزد بتاعت البرانش الثاني، وفي على الزد بتاعت البرانش التالت. تمام؟ وبعد كده تجمع التلات تيارات دول تحسب مين؟ تحسب الاي اس. مساله الاوبريشن امبليفاير دي مساله مثال محلول عندك في الكتاب، وفي عندك مثال تاني اهتم بالمثالين دول كويس. المثال ده مديني التوصيله ديت للاوب امب، مديني الفولتج جين بسميه ايه؟ بيساوي 2 في 10 اس 5، مديني الار انبوت والار اوتبوت للاوب امب. كده انا هستخدم الدائره المكافاه بتاعت الاوب امب. طب الدائره المكافاه بتاعت الاوب امب طالما اداني الاثنين ده دول الار انبوت المكافئ للاوب امب، في عندي نقطه انبوت في عندي نقطه اوتبوت. نقطه انبوت بتبقى واصله للجراوند يعني واصله للنقطه الثانيه بتاعت الموجب ديت، شايفين في هنا مقاومه قيمتها كام؟ قيمتها اسمها ار انبوت اللي هي الواصله من السالب للموجب، والموجب هو بالنسبة لي مين؟ الجراوند. فخلاص يبقى نقطة السالب ديت اللي هي نقطة الانبوت بالنسبة للجراوند واصلة من خلال الار انبوت اللي هي قيمتها كام؟ 2 ميجا اوم. طب الار اوتبوت، الار اوتبوت القيمة النقطة ديت بالنسبة للجراوند، بالنسبة للجراوند واصلة من خلال ار اوتبوت ومصدر جهد قيمته عبارة عن الفولتج، فولتج جين مضروب في حاجة اسمها الفي دي اللي هو الجهد ما بين النقطتين دول من الموجب للسالب، ده اسمه الفي دي مضروب في الفولتج جين. فدي الدائره المكافاه بتاعت مين؟ بتاعت الاوب امب. هو مديني الداتا بتاعتها، مديني الار ان ومديني الار اوتبوت ومديني الفولتج جين ايه، والفي دي هحسبها دلوقتي وانا شغال. طالب مني ايه في المساله بقى؟ طالب مني الفولتج جين اللي هو الفي اوتبوت على الفي اس. طالب مني التيار ده امتى؟ لو الفي اس بكام؟ ب 2 فولت. نشوف مع بعض الحل. اول حاجه انت عندك اثنين نود، نود بتاعت واحد ونود اثنين هتلاقي عندك في كتاب مسميها النود الاوت سماه او. عند النود رقم 1 والنود رقم 2 هنطبق كيرشوف فولتج لو، كيرشوف سوري كيرشوف كارنت لو. كيرشوف كارنت لو في النقطه ديت تلاقي التيار اللي داخل اي اس، الخارج هو عباره عن اي والاي ان، انا مسميهم كده التسميات دي. هو في الكتاب مديك الاي دي بس، سمي الاثنين دول زي ما انت عايز تسميه. انا مسمي ده اي اس ومسمي ده اي ان. طب التيار ده عباره عن ايه بقى؟ يبقى خلاص كتبنا علاقه اي اس بيساوي اي ان زائد ار.
طب الاي اس بيساوي ايه؟ بيساوي فرق الجهد على المقاومه ديت على قيمه المقاومه. طب المقاومه دي عليها فرق جهد كام؟ عليها في اس ناقص في 1. جهد النقطه دي اسمه في 1 وجهد النقطه دي اسمها في 2 وديت صفر. جهد النقطه دي صفر لان دي الجراوند. فالمقاومه دي عليها فرق جهد في اس ناقص في 1. في اس ناقص في 1 على قيمه المقاومه اللي هي 10 في 10 اس 3 بيساوي الاي 1. الاي 1 عباره عن فرق جهد برضه. الجهد عباره عن ايه؟ جهد النقطه 1 ناقص جهد النقطه 2. التيار ماشي من 1 ل 2 فيبقى في 1 ناقص في 2 اللي هي الفي اوت. هتلاقي في الكتاب عندك مكتوبه الفي اوت. في 1 ناقص الفي اوت على 20 في 10 اس 3. فاضل اخر التيار اللي هو الاي ان. الاي ان ده عباره عن في 1 ناقص 0 على المقاومه اللي هي 2 ميجا. العلاقه دي صفيها هيطلع معاك الشكل ده. هيطلع لك ان في 1 بتساوي 2 في اس زائد في اوت على 3. ليه؟ يعني خليت الفي 1 هي اللي داله في الفي اس والفي اوت لان انت في الاخر عايز الفي اس والفي اوت. فانا هطلع علاقه ثانيه دلوقتي تشيل منها الفي 1 عشان الفي 1 مش مطلوب اصلا. المطلوب مني ان انا احسب الفي اوت والفي اس. فخليت الفي 1 داله في الفي اوت والفي اس بحيث لو ما تظهر لي ثاني الفي 1 الغيها واحط مكانها في اوت وفي اس. عند نود 2 هتلاقي تيار داخل وتيار خارج. التيار داخل ده اه عرفنا ان التيار ده عباره عن في 1 ناقص في 2 على كام؟ على 20 في 10 اس 3. طب التيار الثاني ده بقى التيار اللي ماشي هنا اللي هو نفس التيار ده هيساوي كام؟ في 2 ناقص A في الفي دي ده فرق جهد اهو على المقاومه اللي هي قيمتها كام؟ 50. الفي دي زي ما احنا اتفقنا مع بعض كانت كام؟ الفي دي هي كان الجهد من نقطه 1 لنقطه 2 وكانت دي الجراوند لما تفتكر. كانت الفي دي هي جهد 2 اللي هي النقطه الموجبه بالنسبه للنقطه السالبه في الاوب امب. فالفي دي لما تيجي تبص لها هتلاقيها بتساوي سالب في 1. سالب في 1 الايه مديها لي ب 20000. الفي 2 في الكتاب هتلاقيه مسمى لك الفي اوت. فانا رجعت لتسميات الكتاب عشان اجيب نفس المعادله في الكتاب. والفي 2 شفتها وحطيتها بدايه الفي اوت. صفيت المعادله ديت طلع معايا ان الفي 1 ناقص الفي اوت بيساوي 400 في في اوت زائد 2 في 10 اس 5 في الفي 1. المعادله ديت هتلاقي فيها في 1. المطلوب مني في الاخر مين؟ المطلوب في الاخر في اوت وفي اس. فتشيل الفي 1 ديت وحطها من العلاقه رقم 1 بدايه الفي اس والفي اوت. فشلتها اهي صفيت المعادله. في الاخر هيطلع لك الفي اوت والفي اس كل واحد مضروب في رقم. فممكن تحسب بقى مين؟ تحسب الفي اوت على الفي اس هيطلع معاك الرقم ده. ده الفولتج جين. بعد كده طالب منك مين؟ طالب منك التيار ده اهو لو اداك الفي اس. طب لو اداني الفي اس عشان احسب التيار ده محتاج احسب مين؟ محتاج احسب في 1 ومحتاج احسب في اوت. الفي اوت هحسبها منين؟ هحسبها من العلاقه دي. او الفي 2 هحسبها من العلاقه دي. مديني الفي اس خلاص هضرب الفي اس في الرقم ده هيديني الفي اوت فيطلع معايا الفي اوت بالرقم ده. طب الفي 1 هحسبها منين بقى؟ الفي 1 هحسبها من العلاقه دي. معايا الفي اس ومعايا الفي اوت لسه هحسبها من العلاقه ديت. اروح حاسب من العلاقه دي مين بقى؟ من العلاقه 1 او 2 انا كاتب هنا فروم 2 ممكن احسبها من 1 برضه. فلما تحسبها من 1 هيطلع لك ان الفي 1 هتقدر تحسبها يعني. في النهايه تقدر تحسب التيار. التيار هيطلع لك كام بقى؟ عباره عن في 1 ناقص في 2 على مين؟ على قيمه المقاومه اللي ما بينهم اللي هي 20 في 10 اس 3. المساله الاخيره بتاعت الترانزيانت دي مساله انا حليتها في فيديو ثاني. هحط لكم اللينك بتاعه مع الفيديو ده. هتلاقيني شارح فيه جزء الترانزيانت اللي هو ترانزيانت في الار ال وترانزيانت في الار سي. وشرحت معاه المساله دي. فيفضل انك تسمع الفيديو كله عشان تفهم المساله اتحلت ازاي. اتمنى يا شباب لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.